لقد عبر الملك فهد خلال سني حكمه عن كرمه في دعم المشاريع الإنسانية ومساعدة المحتاجين في كل أنحاء العالم، فوصلت يده الكريمة إلى أماكن نائية كأفغانستان والبوسنة والصومال. لقد وصل كرم السعودية إلى أكثر من 70 بلداً من بلدان العالم، فتكون السعودية بذلك أكبر مسهم في برنامج المساعدات العالمية. تقدم المملكة العربية السعودية المعونات المادية والمعنوية للمسلمين في أنحاء العالم، سواء في البلاد الإسلامية أو في المجتمعات الإسلامية الذين يعيشون فيها كأقليات أو كجاليات، وقدمت ملايين الملايين من الريالات لمساجد والمستشفيات والمدارس ومنح دراسية وغير ذلك من الأشياء، والإعانات الإنسانية لإغاثة أعمال الإغاثة المختلفة. يعني أنا لا أذكر الرقم لكنه أرقام كبيرة جدا، وقد بدأت هذه المساعدات بدأت منذ زمن بعيد، لكن في العهد في السنوات الأخيرة 20 سنة الأخيرة الله سبحانه وتعالى من على هذه المملكة بالرخاء الاقتصادي، فزادت هذه المعونات وأصبحت أعدادها كبيرة. كذلك المملكة لم تألو جهدا في المساعدات الإنسانية، عندما تصاب دولة أخرى حتى لو كانوا المصابين غير مسلمين في كوارث أو زلازل أو سيول أو غير ذلك، أيضا قدمت مساعدات مادية ومعنوية لكثير من هذه المجتمعات، فهي تعيش في عالم صغير لابد أن يتضافر فيه روح التعاون والمحبة بين الناس. طول العمر أيضا من ضمن يعني قدر المملكة وقيادات المملكة، وأعتقد أخص الملك فهد خاصة أيضا، لكن قيادات المملكة كلها تلتقي في هذا، ما في مسلم طلب العون من القيادة السعودية ومن المملكة إلا مدته، سواء على الصعيد الفردي أو على الصعيد المشاريع. يعني لا يمكن يعني المملكة السعودية مادة يدها لكل من يرغب تساعده، لأنه هي تنبثق هذه الأمور من قاعدتها الإسلامية، يعني حب لأخيك كما تحب لنفسك، ويعني وإذا شعرت أن هذا العون ضروري تساعد على كل الخير. تجربتي الشخصية تتعلق بالبوسنة، وهي تعود إلى سنة 93. في تلك السنة نحن كنا نريد كمسلمين أن نخبر العالم الإسلامي على ما يجري وعلى ما سيجري في البوسنة والهرسك. فوجهت إلي دعوة من مركز ملك الفيصل لألقي المحاضرة على حالة الإسلام المسلمين في بلقان. هذا كانت فرصة لي أن أخبر الناس على ما يجري، وذهبنا إلى حضور خادم الحرمين الشريفين لكي نعرض عليه قضيتنا، واستقبلنا بالترحيب والإكرام، وأتيحت لي فرصة أن لا أتكلم إليه كملك مملكة العربية السعودية فقط، وإنما كنت أحسه كأبي في محنتي. فتوجهت إلى خادم الحرمين الشريفين وقلت له، وأنا جئت باسم المسلمين البوسنة والهرسك أن أقول إليكم أن هذا آخر مطاف، ليس لنا مكان آخر نذهب إليه ونستغيث. فأجاب إجابة صحيحة ووعد، وحقق وعده ولم يخلف بأي شيء. من الأشياء التي يجب أن
نذكر الناس الذين لا يعرفون أو عرفوا ونسيوا، وهو أن في قلب الجهاد في البوسنة والهرسك، وهي سنة 94، كانت هناك مستحيل أن واحد يخرج من مدينة سراييفو. في هذه الظروف أرسل إلينا الخبر أن الخادم الحرمين الشريفين سيرسل الطائرة خاصة لنقل الحجاج من مدينة سراييفو البوسنة كلها إلى حج هذه السنة، وهذا كان من المستحيلات أن إحنا نفكر في الحج حتى. لكن بفضل الله وبهذا التشجيع نحن استطعنا أن نخبر المجاهدين المعوقين الذين خرجوا من الجهاد يعني مباشرة، أن نوفر لهم بفضل الخادم الحرمين الشريفين ذهاب إلى الحج، الذين لم يتصوروا أبدا في حياتهم أنهم سيحجوا. فلذلك باسم هؤلاء المسلمين مجاهدين، وعلى رأسهم كان رئيس علي عزت بيجوفيتش كذلك في هذه الطائرة. نعم، ذهبت إلى الحج عام 1994 في الطائرة التي وفرتها المملكة، أي بالأحرى اللجنة السعودية المختصة بمساعدة البوسنة والهرسك، وخاصة للمعاقين والجنود. ما يزيد عن نصف عدد هؤلاء الناس قطعت أذرعهم وأرجلهم، ومنهم من كان بذراع واحدة أو ساق واحدة ويعاني من إعاقة. بعض هؤلاء لم يكن قادرا على الطواف حول الكعبة، فكان شديدا عليهم تأدية هذه المناسك على حمالات، وكان مشهدهم مؤلما بالنسبة للحجاج الذين كانوا حولهم أثناء الطواف. لن أنسى ذلك أبدا. فطبعا هذه اللحظات لا تنسى، وهذه اللحظات لا نستطيع حتى الآن، نحن الذين شاهدنا أعتقد حتى الآن لا نصدق أنه حدث. بالإضافة إلى مشروعه الشاسع والرامي إلى بناء المساجد في كل أنحاء المملكة، فإن الملك فهد قد ساهم في مساعدة وتمويل العديد من المؤسسات الإسلامية والمساجد ومراكز الدراسات الإسلامية في كل أنحاء العالم. يعني من أيضا من مظاهر حكمه في خلال 20 سنة الماضية أنه كان أيضا من الناحية المادية له بصمات واضحة في التطور المادي الذي يتوازن ويتواكب مع سياسة المملكة والبعد الإسلامي للعمل، وأيضا لإيجاد المملكة العربية السعودية كدولة هي محط أنظار الإسلام والمسلمين ومحط أنظار العالم كله، كدولة متزنة في كل الأمور وتسعى إلى تنمية الشعب بكل الوسائل المتاحة. فهذا البعد المادي أيضا له جانب كبير في حياة الملك فهد. ورابطة العالم الإسلامي في كثير من المواقع بمجرد أن تقدم رؤيتها وأن تعرض لخادم الحرمين الشريفين عن حاجة هذا الموقع أو هذا المكان إلى مسجد أو مركز، يبادر حفظه الله ويساعد في إقامة هذا المركز أو ينشئ هذا المركز بشكل مستقل، كما حصل بالنسبة لمسجد جبل طارق، هذا أنشأه على نفقته الخاصة، وكذلك مساجد عديدة وقيمة المركز الإسلامي مركز ومسجد خادم الحرمين الشريفين في أدنبرا في بريطانيا، قام خادم الحرمين الشريفين على نفقته. في البوسنة والهرسك في سراييفو وقيم مركز متميز ومراكز أخرى تابعة له ومساجد، تكاليفه ونفقاته تمت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وهكذا مراكز عديدة تعتبر منارات تشع بالحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية لتلك المجتمعات.